خطا لصالح على جنس لصالح احمد جميل. صالح النعيمه يلعب كره ماجد عبد الله اتصل ما سعد مبارك حلوه لماجد داخل جول. هدف جميل هدف جميل لماجد عبد الله ماجد عبد الله ماجد عبد الله الهدف الثاني هدف التعادل دقيقة 25 من الشوط الأول. والله جول 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 جميل مرسوم بشكل جميل من ماجد عبد الله. شوف شوف ماجد عدى حارس المرمى ومتابعة من ملبز وهدف جميل ويعدي ماجد عبد الله جول هدف التعادل.